بعض الخطباء إذا خطب يحرك يديه، أعطونا الدليل ونحن نقبل ونطبق. في الكلمات الأخرى لا إشكال في ذلك، لكن في خطبة الجمعة إذا به يحرك يديه باستمرار يمنة ويسرة ليس هناك دليل، ومن لديه دليل فليسعفنا ندعو له. الدليل من هذه ابن الإسلام ما فعل هذه عبادة وجد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ذلك، لكنه أشار بعض الإشارات لما بين للصحابة رضي الله عنهم في بعض الأشياء. قد نقول عند الحاجة لبيان شيء، مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي معنا في قضية قبض الله عز وجل للسماوات والأرض لا إشكال، لكن أن يكون على وجه الدوام والاستمرار فلا نعرف دليلا. لو ثبت أثرها ما علينا من أثرها، الأثر ولو كان أثرا يعود إلى القلوب لكن ليس على الطريقة الشرعية فلا ينظر إلى هذا الأثر.